الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم هذا المقطع في إطار حديثنا عن اقتصاديات الموارد والبيئة بعنوان المعادن والمواد الخام Minerals and Raw Material. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي الطلبة، وعلى بركة الله نبدأ. تعرف الموارد اللا أحيائية abiotic resources بأنها الموارد الطبيعية غير الحية. يأتي في مقدمتها مورد المياه، وتشمل أيضا الأرض والفحم والنفط والموارد الطبيعية الأخرى غير الحية كالمعادن. تعتبر المركبات والعناصر الكيماوية والمعادن والمواد الخام الأساسية الناشئة عنها أو بواسطة خلطها كمركبات من أهم مدخلات الإنتاج الحديث، سواء تعلق بالصناعات المدنية الثقيلة والمتوسطة وأعمال البناء والبحوث العلمية أو بالصناعات العسكرية الدفاعية. عندما نتحدث عن اقتصاد دولة ما من حيث قوته أو ضعفه وتنوع قاعدته الإنتاجية أو ضيقها، فإننا نربط كل ذلك بما تملكه الدولة من موارد معدنية ومواد خام ضرورية لصناعتها أو صناعاتها أو قدرتها على امتلاك هذه الموارد. عادة ما يتم استخراج المعدن أو المادة الخام على 3 مراحل. الأولى استخراج أفضل نوعية حتى تغطى الكلفة الحدية العالية في بداية الإنتاج، ثم استخراج متوسط النوعية أو النوعية المتوسطة، وأخيرا استخراج النوعية الرديئة. وفعلا هذا هو مثلث الجودة، عالية متوسطة رديئة، هذه تتناسب مع الكلفة العالية في البداية، ثم تأخذ الكلفة بالانخفاض. طبعا بكون هذه الكمية قد استنفذت، فتذهب الشركات التعليم إلى النوعية المتوسطة ثم أخيرا الرديئة. يقتصر حديثنا في هذا الجزء عن أهم 14 عنصرا ومركبا ومادة خام، مع ذكر فوائدها في الاستعمال وكميات الاحتياط والاستهلاك الاستعمال أيضا، أي مقصود فيه الاستعمال منها خلال آخر سنة أو سنتين إن توافرت. فإذا يعني سنتين توافرت فيها معلومات عن المورد تحت الدراسة، لكن في حال توافرها. كمية الاحتياط من أي مورد هي البيانات التي تنشرها المؤسسات المعتمدة في هذا الشأن. سنستخدم مؤشري الاحتياط الساكن Static Reserve Index ومؤشر احتياطي الإسي Exponential Reserve Index في حسابة الكفاية. نبدأ بالألمنيوم. الآن الألمنيوم هو مورد غير متجدد لكنه قابل للتدوير، ويدخل بشكل رئيسي في صناعة السيارات وقطعها والطائرات وقطعها وأعمال البناء والتغليف والتعليم وخطوط الكهرباء والهاتف. وقد وصل الإنتاج العالمي منه خلال شهر آذار مارس العام 2014 ما يزن 4.3 مليون طن خلال 2014، وقدرت قيمة بيعه في سوق الولايات المتحدة وحدها ب 40 مليار طن سنويا بناء على أسعار العام 2008. هذه الخارطة العالمية الآن لإنتاج الألمنيوم في العالم. لاحظوا أستراليا ونيوزيلندا مثلا 177,000 طن. أن الآن الصين إنتاج السنوي منها في تلك السنة 2014 1,984,000 طن. جزيرة العرب 376,000 طن. آسيا ما عدا الصين 200,000 طن. أوروبا الشرقية والوسطى 319,000 طن. أوروبا الغربية 295,000 طن. أفريقيا بكل يعني بحجمها الكبير فقط 152,000 طن. وعند أمريكا اللاتينية 152,000 طن، وأمريكا الشمالية 399,000 طن. نتابع. تقدر احتياطيات العالم من هذا المورد ب 25 مليار طن، وحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة اللي هو United Nations Environmental Protection Agency، تكفي هذه الكمية لمدة تزيد على 200 سنة اعتبارا من عام 2000 إذا بقيت معدلات استعماله أو استهلاكه كما كانت عليه في تلك السنة. نتابع الآن. النحاس كوبر مورد غير متجدد لكنه قابل للتدوير، يدخل بشكل رئيسي في صناعة المسكوكات النقدية المعدنية وأعمال البناء وآلات التبريد والتكييف وأدوات الطبخ وأجهزة الحاسوب وبعض التطبيقات الطبية وخطوط الكهرباء والهاتف. تبلغ احتياطيات عالم من النحاس 340 مليون طن، وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 2000،
أما حسابات وكالة الولايات المتحدة للمسح الجيولوجي فتشير إلى أن الاحتياط العالمي منه يبلغ 680 مليون طن للعام 2012. هذه الآن الخارطة العالمية لإنتاج النحاس. المركبات تحتوي على النحاس اللي بالدوائر الحمراء هذه منتشرة استراليا، نيوزيلندا، عندنا الآن اندونيسيا والصين، روسيا، منغوليا الصين، أوروبا الشرقية، الجزء الغربي، الجهة الغربية من القارتين الأمريكيتين الجنوبية في جبال الأنديز، وطبعا تشيلي من أكثر الدول إنتاجا لهم. وهنا الآن في غرب الولايات المتحدة ألاسكا وجزء في المنطقة الشرقية من كندا. الآن هنا في الدول الإسكندنافية العليا في الشمالية. إذا نتابع الآن، الحديد ستيل مورد غير متجدد لكنه قابل للتدوير، وهو من أكثر الموارد المتوافرة في الطبيعة بعد الماء والهواء سبحان الله، ويستعمل في كل الصناعات المتوسطة والثقيلة المدنية والعسكرية الدفاعية وأعمال البناء بأشكالها. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وصل الإنتاج منه في شهر شباط فبراير من العام 2014 في 65 دولة تبعت التقارير، وصل إلى 125 مليون طن. هذه الآن خارطة يعني خارطة إنتاج الحديد في العالم. لاحظوا الآن الصين واليابان وكوريا الجنوبية كميات هائلة، الهند، أوروبا الشرقية والغربية إلى حد ما إنتاج عالي. وكانت طبعا تسمى اللي هي جمعية أو تجمع الفحم والحديد ستيل أند كول جاذرينج أو ألاينس، اللي هو تحالف كان بين دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. الولايات المتحدة في شرقها، البرازيل في الجانب الشرقي منها، وهكذا. نتابع الرصاص لد مورد غير متجدد عفوا لكنه قابل للتدوير، يدخل بشكل رئيسي في صناعة بطاريات السيارات والأجهزة الواقية من الإشعاعات بسبب قدرته الفائقة على امتصاص الأشعة، ويستعمل أيضا في صناعة شاشات التلفاز والحواسيب الرقمية والذخائر الحربية على مختلف أشكالها. له مخاطر بيئية إذا لم يتم استخدامه بحذر وحيطة. قد يضاف إلى وقود السيارات البنزين لزيادة كمية الأوكتان من أجل المحافظة على محرك السيارة من الاحتراق والخراب السريع. وقد أصدر الكثير من الدول تشريعات تمنع مصافي النفط من إضافته إلى وقود وسائط النقل والشحن كي تحافظ على البيئة. بلغ الإنتاج العالمي من هذا المورد 16 يعني أقل من 17 مليون طن في العام 2013 حسب تقديرات العام 2000. يبلغ احتياطي منه 64 مليون طن على المستوى العالمي. تكفي هذه الكمية حسب تقديرات البرنامج المتحدة للبيئة لمدة 21 سنة إذا بقيت استعمالاته كما هي الآن، أو لمدة 17 سنة إذا زالت كمية الاستعمال بنسبة 2% سنويا، أو لمدة 14 سنة إذا زالت كمية الاستعمال بنسبة 5% سنويا ابتداء من العام 2000. هذا حسب مؤشرات الاحتياطي الساكن والإسي. الآن جدول يعطينا أسماء الدول التي تنتج الرصاص، كمية الإنتاج والاحتياطي منه. نلاحظوا الولايات المتحدة 400 ألف طن، الاحتياطي 7000 طن. والآن بس كي أتأكد من الرقم هنا، استراليا 620 ألف طن كمية الإنتاج، 620 ألف طن هنا، عفوا 620 طن هنا، 27 ألف طن يعني هنا 7000 هنا 400 طن، هنا 620 طن مقابل 27 ألف طن الاحتياطي. بوليفيا 90 طن و 1600 طن هنا البوليفيا، وهكذا إلى أن نجد الصين وهي من أكثر الدول إنتاجا واحتياطا، 1600 طن هنا مقابل 13 ألف طن الاحتياطي، وهكذا البقية. المجموع 4 ملايين و 4100 طن مقابل 80000 طن الاحتياطي. النيكل الآن
مورد غير متجدد لكنه قابل للتدوير، يدخل بشكل رئيسي في صناعة أواني وأدوات الطبخ والهواتف النقالة ووسائط النقل وأعمال البناء وتوليد الطاقة الكهربائية، مقاوم للتآكل ويمتاز بقوته عند درجات حرارة مرتفعة ومنخفضة، وله خواص كيماوية وفيزيائية مرغوبة. هذه الآن الدول التي تنتج كميات إنتاجها والاحتياطي، في الولايات المتحدة غير معروف بالنسبة لكمية الإنتاج لكن عندها 7100 طن احتياط، استراليا تنتج 230 ألف طن في سنة 2013 ولديها 20 مليون طن احتياط، بوتسوانيا 26 ألف إنتاجها لكن لديها تقريبا أقل من نصف مليون طن، وهكذا البقية المجموع 2,100,000 ألف طن مقابل 75 مليون طن احتياط على المستوى العالمي. الفضة سيلفر مورد غير متجدد لكنه قابل للتدوير، يدخل بشكل رئيسي في صناعة بعض المسكوكات النقدية وأدوات الأكل وحلي الزينة والأدوات الطبية وطب الأسنان والهواتف النقالة، وهو من المعادن النبيلة بسبب ندرته وموصل جيد للتيار الكهربائي، وله خواص كيماوية وفيزيائية مرغوبة مثل مقاومة التآكل. هذه الآن قائمة بالدول الولايات المتحدة أستراليا بوليفيا، حتى ننتهي منها كمية الإنتاج 1050 طن للولايات المتحدة من الفضة، أستراليا 1700 طن مقابل، طبعا هنا الولايات المتحدة لديها 25 ألف طن احتياط، هنا 69 ألف طن، أستراليا من أغنى الدول بهذا الموضوع. هنا الآن تشيلي 1100 طن إنتاجها لكن لديها احتياط 77 ألف طن، الصين 3800 تنتج لكن لديها 43 ألف طن، وهكذا البيرو تنتج 3450 لكن إنتاجها 100 عفوا احتياطي لديها 120 ألف طن، وهكذا البقية. القصدير تن مورد غير متجدد لكنه قابل للتدوير، ولأنه مقاوم للأكسدة فإن استعمالاته تنحصر بشكل رئيس في طلاء المعادن الأخرى لحمايتها من التآكل. هذه الآن قائمة الدول أستراليا بوليفيا البرازيل إلى أن ننتهي. كمية الإنتاج 6000 طن لأستراليا لكن لديها 240 ألف طن من الاحتياط القصدير، بوليفيا 20 ألف طن إنتاجها لكن لديها 400 ألف طن، البرازيل 11500 مقابل 7710 ألف طن وهي من أكثر الدول، الصين 100 ألف طن إنتاجها لكن لديها 1.5 مليون طن من الاحتياطي، وهكذا البقية، يعني بقية الأرقام هنا. نتابع على بركة الله. الزنك مورد غير متجدد لكنه قابل للتدوير، يدخل بشكل رئيسي في طلاء المعادن وخاصة الحديد والأنابيب المصنوعة منه لحمايتها من الصدأ والتآكل، يدخل في صناعة النحاس خاصة النحاس الأصفر والبرونز والصفائح المستعملة في تخطيط أسقف الأبنية والمنازل لحمايتها من تسرب الماء أو المياه. هذه الآن قائمة بالدول، كمية الإنتاج 748 ألف طن مقابل هنا 748 طن مقابل 11 ألف طن كمية الاحتياط، أستراليا 1490 طن مقابل 70 ألف طن احتياط، وهكذا البقية. إذا أردت حبيب المتابع أخي وصديقي المتابع الطالب، إذا أردت أن تتحقق من هذه الأرقام أو يعني تستطيع أن توقف المقطع في أي لحظة وأن حتى تستوعب الرقم والكميات. هذه الآن استخدامات الزنك المستعملة، هنا طلاء المعادن، عندنا هنا 14 قوالب معدنية، 10% نحاس أصفر، 9% مواد كيماوية، 6% صفائح وأخرى 3%. وهذه الخارطة العالمية تشير إلى أن أستراليا من أكثر الدول، الهند، الصين، روسيا، آيسلند اللي هي آيسلندا، وأمريكا الجنوبية، البرازيل، والمكسيك، وكندا، أكثر من يعني الولايات المتحدة قليل فيها. نتابع الآن. الذهب وهو من أغلى المعادن، مرغوب فيه من كل يعني أنواع الصناعات والحلي والناس، قطاع خاص وقطاع عام، مورد غير متجدد لكنه قابل للتدوير، وهو من المعادن النبيلة أو النفيسة بسبب ندرته العالية ومقاومته للتآكل والصدأ، موصل جيد للتيار الكهربائي، يدخل بشكل رئيسي في صناعة الأجهزة الإلكترونية والحواسيب ومعدات الفضاء والطب وطب الأسنان وصناعة الزجاج
وحلي الزينة وطليها وصناعة المسكوكات المعدنية التي تستعمل كسلعة ادخارية. هذه قائمة بالدول، لاحظوا الآن بالأطنان بسيطة لأنه معدن نادر حقيقة. الولايات المتحدة كمية إنتاج 230 طن، لديها 3000 طن احتياط. أستراليا 250 طن، لديها 7400 طن احتياط، وهكذا. كندا، البرازيل، نأتي على الصين الآن، تنتج 370 طن لكن احتياطيها 1700 طن، وهكذا البقية. روسيا أكثر الدول، يعني روسيا وجنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا 6000 طن احتياطي، 170 الإنتاج، 170 طن. وروسيا 205 طن سنويا مقابل 5000 طن احتياطي. فالمجموع 2700 طن سنوي مقابل 52000 طن. لاحظوا لك يعني كمية قليلة جدا لأنه معدن نفيس. اليورانيوم، الآن اليورانيوم هذا يعني من المعادن الغريبة والخطيرة جدا، مولد غير متجدد وغير قابل للتدوير، غير قابل للتدوير إلا لأغراض عسكرية. عنصر مشع، وعادة ما يتم تعدينه مع عنصر مشع آخر وهو الثوريوم، ويدخل بشكل رئيس في إنتاج كميات كبيرة من الطاقة المولدة. كل كيلوغرام من اليورانيوم ينتج طاقة مكافئة لما تنتجه 3000 طن من النفط. كيلوغرام واحد مقابل 3000 طن من النفط طاقة. لاحظوا لي الآن يعني يدخل بشكل رئيسي في إنتاج كميات كبيرة من الطاقة المولدة بواسطة مفاعلات متخصصة، وتحتاج إلى تكنولوجيا متطورة وجهد علمي كبير واستثمار مالي أو استثمارات مالية عالية. هذه الآن الخارطة العالمية لإنتاج اليورانيوم حول العالم. أستراليا، في اليابان، في الصين، في الهند، منغوليا، روسيا، أوكرانيا، النيجر بأفريقيا. لهذا السبب فرنسا تبعث بقواتها حتى تدافع عن مصالحها باستخراج اليورانيوم. جنوب أفريقيا، ناميبيا، البرازيل، الولايات المتحدة، كندا والأردن. ربما يكون الدولة العربية الوحيدة الذي احتياطي تقدر ب 44 ألف طن لو تم فعلا تحويلها إلى يعني حتى تنتج طاقة من مفاعلات نووية، فإن هذه الكمية تكفي لمئات السنين. الأردن بمئات السنين أتحدث الآن بالطاقة حسب الاستهلاك الحالي. أما الثوريوم فقد بلغت الاحتياطيات العالمية منه أقل من 3 مليون طن، 2.61 مليون طن العام 2012 موزعة كما يلي. هذا الآن أستراليا 489 ألف طن، الولايات المتحدة 400 ألف طن، تركيا 344 ألف طن، 319 ألف طن للهند، فنزويلا 300 ألف طن، والبرازيل 300، والباقي الآن موزع على هذه الدول: النرويج، مصر، روسيا، غرينلاند، كندا، جنوب أفريقيا وأخرى. البلاتين اللي هو بلاتينيوم مورد غير متجدد، هو أغلى من الذهب بالمناسبة، مورد غير متجدد لكنه قابل للتدوير، من المعادن النبيلة بسبب ندرته العالية ومقاومته للتآكل. يدخل بشكل رئيسي في صناعة الإلكترونيات والأقراص المدمجة وحلي الزينة والطب وطب الأسنان والزجاج والمجسات سنسورز اللي حساسات هذه. أوكي، بلغ الإنتاج العالمي من هذا المورد 179 طن فقط العام 2012 مقابل 150 طن العام 2011، ذلك بسبب إغلاق بعض مناجم التعدين خاصة في جنوب أفريقيا. يبلغ الاحتياط العالمي منه فقط 66 ألف طن للعام 2013، منها 63 ألف طن في جنوب أفريقيا الواحدة. يعني هذا السبب، يعني الاستعمار الغربي هجم على جنوب أفريقيا قبل 200 سنة حتى يأخذ الذهب والفضة والألماس من تلك الدول. أما الطلب عليه هذا اللي هو البلاتينيوم يبلغ 262 طن للعام 2013. بناء هذه الكميات الآن مؤشر احتياطي الساكن كمية البلاتينيوم تخدم لمدة 250 سنة. أما إذا يعني استعملنا مؤشر الاحتياطي الإسي اللي يعني يتضاعف نسمه Exponential Reserve Index، فالكمية تكفي لتقريبا 54 سنة إذا زاد الطلب بنسبة 5% سنويا. الفوسفات الآن فوسفيت مورد غير متجدد، غير معدني، غير قابل للتدوير، وهو مركب كيماوي يوجد على شكل كامات صخرية، ويدخل بشكل رئيس في صناعة الأسمنة.
المغرب والأردن هما الدولتان الوحيدتان يعني اللتان تملكان كمية كبيرة أكثر من بقية الدول العربية فيها. البوتاس موجود الآن بالصخور أو في المياه. الأردن يتميز بأنه البحر الميت لديه كميات كبيرة، فيه كميات كبيرة من البوتاس طبعا. والجزء المحتل من فلسطين الجانب الصهيوني هناك كمية كبيرة، يدخل هذا بصناعة الأسمنة وبعض الأدوية. أوكي، هذا الآن جدول مهم جدا عن العناصر: ألمنيوم، نحاس، حديد، رصاص، وهكذا إلى أن ننتهي من التيتانيوم. تستطيع أن توقف المقطع هنا حتى تستوعب هذه الأرقام. هذا الاحتياط العالمي من كل هذه المعادن، مؤشر الاحتياط الساكن لكل واحد منها، ومؤشر احتياط الإسي لكل واحد منها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم جميعا أحبتي. وإلى لقاء قريب آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.